مولاتي السلطانة، قالوا لي طالبتيني. أي نعم بايزيد، سمعت أنك عفيت عن حياة انكشاري كان أخوك السلطان حاكم عليه بالإعدام. حضرتك شلون؟ اسمه خسروف، تذكرته ما؟ في سوء تفاهم سلطانة، خسروف آغا كان معنا ليلة الحريق وكان عم بيساعد الأهالي، ولهيك أنا تدخلت. ما عندي شك بنواياك، مع هيك أنت غلطت لأنه هو اعترف أصلاً. كمال كيتش آغا، الله يخليك تعفي عني، شيطان لعب بعقلي وخلاني اتورط بهيك سرقة. أنا كنت مفكره مظلوم، لولا هيك ما كنت تدخلت أبدا. حتى لو كان بريء، حكم مولانا ما بيتعدل، تعرف شو معنى هذا التصرف صح؟ أنا ما كنت بقصد بنوب، ولا خطر ببالي، مجرد خاطر إني أتجاهل حكم أخي السلطان، وكان بدي خبره بالشي اللي صار. وما خبرته لأنك طلعت من القصر بالسر. هالموضوع رح يضل بيناتنا، ومن هلأ بتنتبه لتصرفاتك. بالنهاية إذا بتساوي أي شيء من دون علمنا أنا والسلطان، وحتى بأبسط المواضيع، رح تأذي نفسك. سلطانة، عفوا على جرأتي، بس اللي عملته ممتاز، لأنه مولاي السلطان ما كان رح يغفر هيك ذنب أبدا. وشو معنى هالشي يا كمال كيتش؟ أحيانا السكوت بيكون أفضل من الحكي، ما هيك؟ بايزيد خير؟ شو وين كنت؟ هذا الشي ما بيخصك. بشكر الله على رجعتك، والله يا ابني كنت رح اموت من خوفي عليك. شو الموضوع؟ شو بدها منك قسم؟ السلطانة قسم دريت بقصة هداك الانكشاري اللي عفيت عنه، وقطعت راسه قدام عيوني. ما فاجأتني بهالشي، إن شاء الله تكون شفت الحقيقة بعيونك. حتى مساعدة شخص بريء بالنسبة إلهم شغلة خطيرة. ويا ريته كان بريء، ما كنت ندمت بنوب، بس الانكشاري اللي عفيت عنه طلع واحد حرامي واعترف بذنبه بكل وقاحة، خدعني وضحك علي. قسم رح تستغل هاي الفرصة ورح تحرض أخوك السلطان ضدك. موضوع تسكر يا أمي، ولو كانت ناوية تقول له ما كانت بعتت وراي. بعمر قسم ما سكرت على أي موضوع. كشفت نقطة ضعفك ورح تبتزك على طول.
ولما رح يجي الوقت المناسب بلحظة مالك متوقعة تعالي نلحرب عليك.